منذ بداية قيام دولة الإمارات احتل التعليم مكانة بارزة كونه أساس التنمية الشاملة. مراحل تطور التعليم في الدولة نستعرضها في التقرير التالي. على طريق النهضة الشاملة التي سارت وتسير به دولة الإمارات، كثير من الجهود بذلت للارتقاء بسراج العلم المنير. فعلى تلاوة القرآن الكريم وأصول الدين وقواعد اللغة العربية تناوب أبناء الإمارات للتعلم في أماكن كانت تعرف بالكتاتيب، حيث كان المعلم آنذاك يعرف بالمطوع. واستمر دور الكتاتيب إلى أن بدأت مرحلة ظهور التعليم التطوري أو شبه النظامية. معها تأسست المدرسة التيمية المحمودية في إمارة الشارقة، ليأتي بعدها عدد من المدارس على النمط ذاته في الإمارات الأخرى. أما الانطلاقة الكبرى للتعليم بدأت منذ قيام الاتحاد عام 1971، فكان الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يطمح إلى جعل الإمارات مركزاً للعلم من خلال إنشاء المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة واستقدام الكفاءات التدريسية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة. شباب فتحنا لهم مدارس، فتحنا لهم علم، ثقافة، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن، كل لأجل ينفعون أنفسهم أولا ويرضون أهلهم وينفعون الدولة، لا أكثر ولا أقل. فتحقق للشيخ زايد ما أراد، تراجعت نسبة الأمية وبدأ هرم التعليم يكبر، فتأسست وزارة التربية والتعليم وزاد عدد المدارس الحكومية المجهزة بأحدث التقنيات والمناهج الدراسية المطورة، إضافة لإنشاء الجامعات التي كان عام 1976 شاهداً على تأسيس جامعة الإمارات كأول جامعة وطنية في الدولة. ومنذ ذلك الحين ومسيرة التعليم في تطور مستمر بفضل دعم القيادة الرشيدة التي استلهمت الرؤية الثاقبة للوالد زايد طيب الله ثراه بأن العلم سلاح وثروة حقيقية لبناء المستقبل وأساس التقدم.